بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة دقيقة بس. مفروض ان احنا هالهواء. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى صوتي يكون كويس وكل شيء يكون تمام. حياكم الله يا جماعة. أسعد الله مساءكم بكل خير. نورتونا وسعدتونا. إن شاء الله بث بيكون اليوم بث لمناسبة دخولنا للأربعة مليون. إن شاء الله بث بيكون خفيف بسيط لأني مجهز لكم يا عيال مقطع للأربعة مليون بإذن الله. وش خلنا نسوي ريفريش لأنه ما بقى لنا شيء، بس نبغى نتأكد إن وضعنا سليمة، نبغى نتأكد إن ما هجت علينا. كم صار؟ اوكي ممتاز ممتاز جدا. سولف شويتين لما نبدا عاد. انا رجعت الدمام عشان كنت بجلس عند اهلي، واخترت وقت جدا سيء لانه كان وقت دخلت الاربع مليون مع وقت تصوير المقطع حقها، واوريدي اصلا كانت عندي كذا شغله ما خلصتها. المهم ان كم احنا عندنا مقطع؟ عندنا 399. بالله عندنا 399 مقطع والمشتركين 399. هذه فيها يعني تقريبا ممكن نحط فكره. رجعتوا شفتوا شيء صح؟ يلا مو مشكلة. المهم بنزل يا جماعة فكرة الأربعة مليون بتكون خاصة جدا، ما لها أي علاقة باللي بتشوفونه الآن أبدا، ما لها أي علاقة. يعني اللي بتشوفونه اليوم فقط ردة فعلنا. نسوي شكر. والأربعة مليون بروح الرياض وأصورها. اللي تابعون البثوث أول بأول يدرون إيش بتكلم عنه، ويدرون إيش وإيش الفكرة اللي إحنا بنسويها في الأصل، لكن اللي ما يتابع ما يدري. فهمتوا علي؟ توصل 4 مليون و 400 مقطع، هذه ممتازة جدا، ممتازة نتكلم عنها. الزبدة توي صاحي، حلو؟ وجهي شوي مفقع، أحس إني يلا يلا أفكر، فلذلك يعني اعذرونا شوي، الصوت كويس يا جماعة عندكم، إذا نزلت هذه الجزئية باليوتيوب يكون كل شيء تمام معكم. أهم شيء إن كل شيء تمام، دقيقة شوفوا كيف. احمد ترى غلط الرقم، باقي لك 1000. مو مشكله، خلي الرقم على جنب. ميود، احنا كنا سلمك الله تقريبا قبل سنتين او قبل سنه 2 مليون، وكان ميود يسوي لنا تحديات واحنا على 2 مليون. الحين احنا 4 يا ميود وانت عليك دين. يا ويلتك يا ويلتك يوم الحساب يا ميود. ايوه مسوي داخل كذا مع الجماعه كان كل شيء طبيعي. ترى ما نسمع صوت الدونيشن. والله متأكدين يا جماعة انكم ما تسمعونه؟ صبر 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 نسوي تيست. اوكي طيب بخليكم تسمعون طرق ان شاء الله الان من عيوني. يا سلام. ايوه الان كويس حلو. طيب نسوي ريفريش. انا ما ابغى والله ما ابغى انصدم العيال وادخل وش على طول. يا اخي احس الحين اعصابي بارده، اعصابي بارده مره. الشات سلو مود الحين صح؟ والله ما ادري. المهم انه البث هذا بيكون بث خفيف، نبي نسولف. هو شيء لازم اشكركم يا جماعه. طبيعي نفس كل مليون نشكر، بس المليون هذه مختلفه. المليون هذه بنسوي حركه حلوه مره بإذن الله. الله يعطيكم العافية. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن شاء الله أني قلتها صح. متى بتنزل المقطع؟ بننزل إن شاء الله قريب. خلونا نشكركم الآن. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا لدعمكم. ترى والله العظيم أني أحس أني فاتح البث هذا وأنا أمون على نص اللي موجودين. أدري أن في ناس جايين الآن عشان اللحظة هذه، بس في بعضهم أغلبهم يكونون معي في البث. ميانا مليون، نجلس يوميا 5 ساعات مع بعض، 6 ساعات مع بعض بث مباشر، وأحيانا 4 وأحيانا أقل يعني على حسب الجو، وسوالف كل شيء يكون يعني كانها جلسه كذا عفويه طبيعيه. واحس انه خلاص يعني ما يحتاج من خيار رسميه. الله يسعدكم يكثر خياركم، اسال الله العلي العظيم انه يفتح لكم ابواب الرزق ويسعدكم. الله يجعلني عند حسن ظنكم، الله يجعلكم باذن الله يوم القيامه معي نركض كلنا سوا في الجنه يا رب العباد. بسوي ريفريش حبه واحده وانا اشكر.
ما بدخل الحين اصبروا. اي بيعلق صح، نسينا ان اليوتيوب بيصير طارق العلي وقت هذا، نسينا الموضوع. رامي تكون مسؤول الواتساب اذا صار شيء. ها والله شوفوا يا جماعه، انا فكرت قلت وش اسوي المتابعيني في 4 مليون؟ حلو، قلت وش افضل، وش افضل من اني اسوي لهم حاجه نركض سوا ان شاء الله باذن الله بالجنه، نركض سوا بالجنه باذن الله تعالى. ف المقطع الجاي بيكون حاجه حلوه ان شاء الله، بيكون مع احد احد علماء الاسلام. حلوه هذه المسألة، من الناس اللي مؤثرين في حياتي جدا انا ومني صغير، والحمد لله قدرت اوصل لها. وبسوي حركه مع المتابعين ان شاء الله تعجبكم، مجهزينها جالس. لا حد يحرق، لا حد يكتب اسم اي شيء يا شباب. رامي نوصل 100,000، يلا رامي نبغى بث 100,000 يا رامي ضروري. بدران ارحب يا بدران، يا مرحبا الف، حياك الله يا الشيخ. يلا يا رب عقبال بدران يا رب، الله يسعدك يا بدران ان شاء الله، الله يعطيك العافيه كثر خيرك يا حبيبي. بدران بدران بدران، شوف انا بقول لك الصدق، ترى انت من الناس اللي قاعد تشد على عمرها، الله يوفقك يكتب لك الخير، قاعد تفكر، قاعد تسوي محتوى مشكل مو بس لعبه واحده، وشخصيتك حلوه، الله يوفقك ان شاء الله، عقبال ما نشوفك تفرح بالمليون والملايين القادمه باذن الله كيوتيوبر وكستريمر ايضا. شكرا يا بدران يا حبيبي، الله يعطيك العافيه وكثر خيرك. فايش كنا نقول؟ اي ورامي لازم تسوي انت، انا هسه 93 قربت. رامي تقدر، تقدر تدري شباب توي صح، ثواني رامي تبي اوصلك ال100,000 واحرق عليك ردة فعلك وانت الان قاعد في البث ما ادري وين الله حاطك كذا كذا بس توصل 100,000. يعني الان عندنا كم؟ عندنا 37,000 واحد في البث. بالله جروب الواتساب هجوم، بالله جروب 6 بي فور ايفر هجوم. دق 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 دق، يلا رامي كذا واقف ما في ردة فعل وتلقم. ايزي ترى، ايزي ايزي. فيصل راقد تحت، فيصل راقد تحت. لا لا طبعا امزح امزح يا رامي، ايش فيك؟ امزح معك. المهم لازم يعني الحين نبدا نقول كلام كويس عشان يحطه رامي في المونتاج المقطع اللي بينزل. بس والله ما في راسي كلام ولا شيء، يعني كل شيء مخربط عندي. شو انت قلت راح تخلي الوالد يجرب طيب خلنا اقول لكم موضوع الوالد، ابوي اتوقع انه يسمعني الان. مبروك يا عسل على 4 مليون، وابشر وابشر كودي راح اصلا عادي. يا سلام، اذا راح كودك في 6 بي كفي يوفي عند الكل. المهم يا جماعه بالنسبه لمقطع ال 4 مليون قلت لكم اني بخلي مقطع مع ابوي. مبروك مقدمه، اهلين يا باشا، ازيك بلال حبيب الملايين بلال، شكرا الله يعطيك العافيه بلال. ان شاء الله في مقطع بينزل يا بلال الاسبوع هذا والاسبوع اللي بعده، مقطعين زيادة، فأنت بتجيك أوقات مداهمة تصمم فيها ثمبنيل، أتمنى تكون موجود عشان تأخذ وسعة. المهم عشان أوضح لكم يا جماعة، والله العظيم بعد ما نزلت مقطعي أنا وأبوي وفيصل الأخير اللي نزلت فيه تحدي من سيربح الألف مدري كم فلوسها، بعدها يا جماعة والله صارت ظروف جدا صعبة على أبوي، وتعب تعب تعب جدا مرة تعب، واضطريت حتى اني ارجع من رياض الدوام، كنت اروح صدرد وما اصور لكم لانه كان تعبان، فجاته ظروف خاصه ولا اقدر اني اقول الان التفاصيل حقتها، فتعب وصار موسوس ان الموضوع من المقطع ومن اليوتيوب، فخليته على راحته، قلت ما بقى ما ابغى اصبك، لكن اذا حسيت انك كويس وتبغى نصور عادي اصور معك. فالله يطول بعمره ويشفي ويطول بعمار ابائكم امهاتكم والميت منه يرحمه ويجمعكم في جنه النعيم. سعد بيدخل المليون، سعد بيدخل مليون بدون ما يدري، لا 4 شهور ما ينزل، بس ان شاء الله انه يقول انه بينزل مقطع ال 4 مليون قريب. طيب ايش باقي نبغى نتكلم عنه؟ خلنا كذا كأن الحين مقطع، تو بطلعكم معي، معروف انا كل مقطع عالي انا اطلع متابعين معي. اطلعكم وين؟ اطلعكم اسبوع. اوه لا ما اقدر اطلعكم، لو اطلعكم بننطرح يا شباب. كيف اطلعكم معي؟
كيف اطلعكم معي، كيف اطلعكم معي، كيف 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 المدرسة، كيف 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 المدرسة. اوه اول كنت 2 بي سي اقدر اطلع على طول، الان ما اقدر. مو بلازم صح؟ كيف اطلعكم معي يا شباب؟ فكر احمد، دائما تفكر وتجيب الحلول. طيب خلنا نسوي كذا، انا اضبط امكم الحين ثواني. لحظة، أنا جبت العيد عاد فدا. مود مود، ثواني يا مود، ثواني ثواني، أبغى أسحب الدونيشن، أبغى ألف الدونيشن شوي عشان يطلع في ذا. مود والله ما مداني اقرا، تكفى. اخ القهر، كيف اطلع قرايه الدونيش يا هذه يا اخي؟ اعتبرها زي مرعد مطور. المهم ترى والله حلو، سنه تعب بثوث محفوظه، ولا ودي اشارك معكم. شكرا ومبروك مقدما. الله يحفظك يا مود يا حبيبي، الله يعطيك العافيه بعد. شكرا، تسلم. طيب لو جبنا كذا تمام. سالم قده على الطيب ضاري، ارحب يا ام، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ام. الله يسعد ذا الوجه يا حبيبي يا ام انت. ايوه خلوكم كذا مؤدبين، ها لا تسوون حركات، حركات ما نبغى. وقفوا هدايا القفتات هذه المزعجه يا جماعه، خلوا الشات نظيف، ما نبغى ما ابغى ابلك احد. تمام ولا مش تمام؟ اوكي نسوي ريفريش حبه. استمر يا ابو شنب، مبروك مقدما، الله يبارك فيك يا تي 5 ام 7 يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. يلا يا الله بنقول كلام كذا رسمي ونشكر الناس. تمام نسوي ريفريش حبه واحده ولا بدون كلام رسمي؟ خلينا نجرب ريفريش حبه بعد. خفت خفت خفت. طيب رامي، هذه موسيقى ما شاء الله تبارك الله الأستاذ رامي، دونيشن ودعم عقول ما رحت بعشرة مليون، قل امين وخلي امي تدعي لك. الله يحفظ امك ويخليها لك يا حبيبي يا رامي، الله يعطيك العافيه. رامي هذه كلها مش غسيل اموال قاعدين نسوي كذا، غسيل اموال يا استاذ رامي، الله يعطيك العافيه. شكرا يا رامي، شكرا يا رامي، الله يعطيك العافيه ويكثر خيرك. والله والله العظيم شكرا من اعماق قلبي. يا عيال صوتي احسه ثقيل مره يا اخي، ابغى اتنشط ثواني بس. ابغى 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 بس اسوي تمارين اليوغا على السريع. دقيقه، او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. الله يسعدكم يا جماعه، يا مال الجنه، الله يعطيكم العافيه كثر خيركم. اي والله العظيم الله يكثر خيركم. عز ارحب يا عز من الناس، والله اللي ما قصرت يا عز. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وبارك. الله يشفي الوالد الله يشفي الوالد ووصي بالبقره والزب والزيت المقري وعذرنا. الله يعطيك العافيه كثر خير. قال الوالد طيب الان ان شاء الله، الوالد طيب ما في الا في العافيه باذن الله. الله يكثر خيركم جميعا، يعطيكم الف عافيه. شكرا يا عز، شكرا سيد رامي. ميرسي قوي. ابي بس ثانيه واحده، بس ثانيه واحده، ثانيه واحده بس، ثانية واحدة. الله يعطيكم العافية شباب.
فريكس ألف مبروك يا شنق عقبال عشر. الله يسعدك. طيب معلش بس غسلت وجهي على السريع. اوكي المهم اللي ابي اقوله، طيب يا ربي يا ربي، انا بقول لكم يا جماعه اللي جالس اسويه، واذا انت صانع محتوى اسمه كلامي زين. شوفوا يا اخوان، المري مرحبا والله، تستاهل كل خير يا ابو شايع، واشهد الله علي انك من الناس اللي ما قدرت اكمل الكلام. ثواني دقيقة وش نقرا المري. مرحبا والله تستاهل كل خير يا ابو شايع، ويشهد الله علي انك من الناس اللي صدق تعبت عشان تطلع محتوى جميل ومبتسليك، وانك رجال ربي يحب لك الخير. اللهم لك الحمد، تسلم يا بعد قلبي، الله يعطيك العافية. دبي شكرا يا دبي، الله يبارك فيك يا حبيبي يا دبي. دراك الله يعطيك العافية، اول شيء السلام على الوالد، ما يشوف شر ان شاء الله قدام العافية باذن الله. الشيء الثاني بمناسبة تربع من عشانك عشاك عندنا بالجنوب، قلت تستاهل يا ابو شايع. الله يغنيك ويسلمك ويكثر خيرك ان شاء الله، ان شاء الله يعني يصير خير ان شاء الله. بجيكم انتوا بس انتظرني هناك وانا اباجيكم ان شاء الله. طيب اوكي بقول كلام. انا يا جماعه من اول من بدات تكبر عندي القاعده الجماهيريه، في حاجه انا صاير خاف منها، تمام؟ صاير اخاف ان الاشياء اللي اسويها والكلام اللي اقوله انه يروح بطريقه غير مباشره، انا مي بنيتي للناس بطريقة سلبية يفهمونها غلط ويبدون يسمونها هي عادة سيئة أو سلبية، سواء كانت لعن سب أيا ما كان، لكنها تكون يعني سلبية مهي بإيجابية. فصاير الحين أحاول قدر المستطاع أني ما كل شيء أسويه يكون فيه فكرة أو رسالة معينة للجيل اللي طالع، أغلب متابعين اليوتيوبر الآن الجيمر الصغار. فهذا كلامه بيقوله مهم يا أخوان، تذكروا أنه يوم القيامة يوم الحساب راح تسألون جميعا عن الناس اللي جالسة تتابعكم، إيش المحتوى اللي قدمت لهم، وإيش كانت نيتك. أنت الآن ربي رزقك بقاعدة جماهيرية بمتابعين كثار مرة، وأغلب المتابعين حقين الجيمر عيد يقول تراهم صغار بالعمر، يعني هم بيطلعون يجلسون معاك يتابعونك بالساعات، يتابعونك بالأيام بالشهور، في ناس يجلسون معاك سنوات طويلة ولا يتابعونك يقتدون بالحركات اللي تسويها بالكلام اللي تقوله. فأنت محاسب عزيزي المتابع وعزيزي اليوتيوبر وصانع المحتوى. أنا اللي ودي أسويه واللي جالس والله إني أحاول قدر المستطاع أبغى أستفيد من القاعدة هذه القوية والكبيرة، بإني أحط أفكار وكلام يأثر فيهم بشكل إيجابي، سواء بحياته سواء بآخرته، سواء كان نصيحة سواء كان حاجة غلط كنت أسويها وعدلتها وبنفسي وهم استفادوا منها وعدلوها. فأبي قدر المستطاع في الفترة الجاية هذه أستفيد من هذا الشيء، سواء بإني أنزل في اليوتيوب فترة فترة مقاطع محفزة. Congrats bro, I hope to see you get 10 million in the future بإذن الله. شكرا يا أبو داحم، شكرا يا أبو داحم، شكرا. فوالله يا أخوان إن هذا أكثر شيء الفترة الأخيرة جالس أفكر فيه، إني أبغى مبروك 4 مليون عقبال 100 إن شاء الله. أبو داحم عبد الله عفوا عبد الله، شكرا يا عبد الله، الله يعطيك العافية. فهذا أكثر شيء يا جماعة الخير جالس أحاول إني أسويه، فبإذن الله بإذن الله من هذا المنبر يعني أبغى أحاول إني أركز على الشيء هذا أكثر وأكثر، سواء باليوتيوب أو بالبثوث. نبغى يا جماعة قدر المستطاع نستفيد من القاعدة الجماهيرية هذه الكبيرة مرة، برضو بالآخرة مو بس بالدنيا. فأسأل رب العباد مستجيب الدعاء أن يجعلنا عند حسن ظنكم. اللهم يا رب العباد يا مستجيب الدعاء، يا كل واحد يطالعني الآن أسألك أنك تغفر ذنوبه وخطاياه تجمعنا مع جنات النعيم. الكلام هذا من زمان أبي أقوله وقلته بأكثر من مقطع للملايين، وعيد وأكرر الآن بإذن الله نحن نوصل لهدف معين مستقبلا، نكون في سوينا شيء وحطينا اسمنا باليوتيوب مو بس بالجيم مو بس بالجيمينج بشكل عام. وبذكركم باذن الله
باللي بسويه مستقبلا، لكن حبة حبة. المهم بسوي ريفرش الآن، نقول إن شاء الله يا جماعة الخير إحنا دخلناها. ودي والله العظيم إني أخلص صراحة على السريع لأن عندي أشياء كثيرة. صلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا ولا باقي تتوقعون؟ ترى إذا سويت ريفرش الشات بيختفي. ها زين طيب. سالم يده على اطيب ضاري بلو، قسم بالله 5 مليون حتى لو تجيها تقوم قيل حق يا بعد راسي يا بلو. الله يكثر خير ويسعدك ويعوض عليك وشكرا والله العظيم. نبغى نسوي ريفرش تمام، نسوي ريفرش. هل دخلت انا؟ ترى ما ادري والله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. 4 مليون. فيصل اشتقنا للمكان ذا. والله عادي ان شاء الله يعني بنبث فيه بث ثاني بعد ثالث. يا اخوان اللي مو مسوي حساب بنو انه يسوي، ترى احنا نبث بشكل يومي هنا، سوي حساب بنو لايف. مبروك على الستايك والخير، الله يبارك فيك العد وارحب. ترى يا جماعه نبث بشكل يومي هنا، وغير كذا ان بندخل مليون، ما بقى لنا شيء على المليون بنو لايف. احنا الحين 870 تقريبا. الف الف مبروك يا ابو شايع والسكس بي انتم، الله يبارك في عمرك. السكس بي موجود شوفوا حتى هنا هذا المسكين، بس البي مغطى. يا يلا مو مشكله، الله يعطيك العافيه يا زياد. عفوا معلق على الرقم اللي بيفك باي لحظه بيدخل 4. شنق المقطع ال 4 مليون هو مقطع رقم 400 في القناه، حظ صدفه. اسوي تيست للشات. كيف تيست للشات يا ابو سعيد؟ متى ترجع للرياض؟ يمكن ارجع لها بكره او اليوم ما ادري والله. صلوا على النبي يا اخوان. حط الشات تحت المشتركين احسن. صادق صادق. لا 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 مو صادق، خلها هنا خلها هنا خلها هنا. القلم صار برتقالي. القلم والله انه خلاص بدا يتحلل، بس انه علامه مستحيل تترك. هذه من الاشياء اللي ساعدت الكود انه يطق انه يطير. اسف مش جميع السبام يا جماعه، لا تسوون سبام، لا تسوون شيء، الله يرضى عليكم. خلوا وضع طبيعي. احمد بترجع لتويتش؟ والله يا جماعه السؤال هذا ما اقدر اصرح فيه لانه ما ادري ايش بيصير. ممكن تصير اشياء مستقبلا نجدد العقد، ممكن لا، لكن ترى جالس بنقول لمده اتقل عن 6 شهور. وفق يرزق مبروك، الله يبارك في عمرك يا حبيبي. شكرا والله. فاذا انت انسان باقي ما تعودت على انه تعود، انا من الحين اقول لك تعود. اذا تبغى تحضر البثوث عندنا سوي لك حساب. في بعضكم الان تجي علامه انه لازم تعد تسوي حساب عشان الجودات. ترى بسيط مره حساب نونو لايف، مره بسيط تقدر تسويه بكل سهوله. احمد كيس هرفي وينه؟ موجود اس 6 بي انت. الله يسعدك يا مطر يا حبيبي. كيس هرفي موجود شباب. عرفتوا هذه ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ميود 1500 دولار، ماجد 50، ابو فله 500، وينر لا وينر دفع اتذكر، وينر عليه 1500 لا وينر دفع. المطيري 1400. بسم الله. كي اس اي 100 دولار. ماجد، مين ماجد؟ والله اني ناسي. اتوقع في اشياء هنا. كيس هرفي صدقون مدري وينه، تخيلوا ارمته شغاله. يلا ريفريش ريفريش ريفريش. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 4 مليون خلنا نخلص. بسم الله ليتس جو. الف مبروك. وين المتابعين؟ دقيقه 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 دقيقه. 4 مليون والمقطع رقم 400 بالقناه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. رقم جديد يا اخوان. دقيقة دقيقة سكيب الارت. لا مو بالان، اصبر. اللهم لك الحمد يا رب العباد، رقم جديد. اسأل الله العلي العظيم انه يجعلني عند حسن ظنكم يا اخوان، وانه يقدرني على اسعادكم وارضائكم
زي ما انتم قاعدين تسعدوني وتدعموني. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. باذن الله تعالى يا اخوان شفت كلها اس 6 بي اون توب بسرعه الان الان اس 6 بي اون توب. ابو قحط الله يسعدك يا قلبي والف مبروك، الله يبارك في عمرك يا حبيبي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله. طيب طولنا بالأربعة مليون مره يا جماعه حلو، لكن الحمد لله وصلنا لها بعد فتره طويله. الحمد لله وصلنا اهم شيء لها. انا الان كل اللي علي ابدا اركز المقطع اللي راح ينزل لكم قريب، راح يكون مقطع باذن الله قوي، ما راح يكون زي اي مقطع باذن الله تعالى. راح تكون في رساله وحاجه مهمه ان شاء الله انها يعني نبدا نسويها. الحمد لله الحمد لله، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل واحد دعمني قال لي كلمة حلوة شكرني. طبيعي كان هذا لازم نقوله. الله يبارك في عمرك يا حبيبي يا T5M7 يا بعد قلبي، الله يسعد الدنيا والآخرة. شكرا والله العظيم من أعماق قلبي. الحمد لله يا أخوان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تستاهلون الطيب جميعا، الله يبارك في عمركم. شكرا يا ترفك، الله يسعدك. ودي وفي حاجة مهمة، في حاجة مهمة لازم نقولها. أي واحد دعم، أي واحد قال كلمة كويسة، أي واحد حتى لو إنك تحسبني ما قريتها، كون نيتك دعمي وشكري. أوه ماي جاد، أوه 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 أوه. You said no 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 I said no 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 no. You said take me home I said don't pay in your. You said no 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 I said no 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 no. No 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 no. M. أرحب يا M. يا مال الجنة يا M. الله يسعد دلوج يا حبيبي يا بعد قلبي يا تاج راس. الله يسعدك ويكثر خيرك ويبارك لك ويرزق أضعافها المضاعفة يا مستجيب الدعاء. الله يزيدك، ما قصرت لا الشهر هذا ولا الشهر اللي قبله من الداعمين ومن الناس اللي قاعدين يحيون البثوث عندنا بفعاليات بتحديات باشياء، والله العظيم اني اشكرك عليها. شكرا والله يا ام يا حبيبي، الله يكثر خيرك ويزيدك ويعطيك الف 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 عافيه. الحمد لله رب العباد، الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. من قلب من قلب الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. لازم يا جماعه تشكرون الله على النعم هذه عشان تزيد. وان شكرتوني استغفر الله العظيم ما في معنى، يعني اذا شكرتوني ازيدكم، ما ابغى اجيب العيد الان فالعدد هذا الكبير. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شكرا يا جماعه الخير. ترى الشات عندي يمين هنا عشان كذا انا الف وجهي يمين، تعودت يسار. سوي ريفرش تخيل تنزل، والله لا ازعل لو انزل. لا لا ما بنزل، خلا 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 على مي علي ليش تقعد مبربس. الف مبروك وعقبال 10 مليون واعتبرها 1500. يلا يلا سولف انت، يلا يلا يا ميود، يلا بصيدك ميود. انا شوف شوف انا بجي الامارات حلو، احسب لي بس خليني افتح حساب. ابى اروح هناك يوم كامل، ابى اخليه رحله البحث عن ميود، ابى قنصك قنص اعدام ابو سويح البقراند. انت في الحقيقه عندي جي جي من الحين اقول لك جي جي. الحمد لله رب العباد. احمد في واحد اسم قناته شونق ينزل، ام عليكم منه يا جماعه الاشياء هذه كلها خارجيه، راح تفهمون مع شر الشباب حقين باور. شكرا باور اي سبورت افضل منظمه، عشان الحين ما يقولون ليش ما تشكرون، ليه ما تقولنا كلام حلو؟ ها قلنا كلام حلو عشان ما يدلوني. شكرا الى افضل فريق عربي اي سبورت، الف مبروك يا ابو شاعي، والله انك تستاهل اكثر منها للاعلى يا رب. اللهم لك الحمد الحمد لله يا رب، يا رب لك الحمد والشكر. انت احسني على 4 مليون والله رقم كبير، اول انا كنت انزل مقاطع في تويتر الحين عندي 4 مليون الحمد لله الحمد لله. اوه الجنة يا ليبا، يا مال الجنة. الله يسعدك يا رب العباد يا حبيبي يا ليبا، الله يبارك لك
ويجزاك خير يا حبيبي، اقسم بالله من الناس اللي يدعمون بكثره، الله يعوض عليك ويزيدك اضعافها المضاعفه، والله اني اقدر دعمك. شكرا يا ليفا، شكرا يا اخوان، شكرا للناس اللي صاملين معي من تويتش لنونو، والله شكرا يا اخوان، ترى انتم ناس من ذهب، الفلوس ما ما ما, ما تشتريكم. الله يسعدكم ويكثر خيركم ويجزاكم ألف خير يا حبايبي، والله العظيم شكرا لكم، الله يجعلني عند حسن ظنكم جميعا، شكرا من أعماق قلبي. باور إي سبورت أفضل منظمة في العالم، ارفعوا نسبتي وجيبوا لي إعلانات زيادة، الله يسعدكم. لو أرجع ألقى المقر خربان بتصير مشاكل كثيرة، ممكن أشتري عصا جديدة لأن العصا القديمة انكسرت. أنا بدور مدح كمان. رامي الأستاذ، رامي بروفيسور الإنتاج الفني والتوزيع في قناة S6B شونك إكس بونك، حاب أني أسوي إعلان جديد بما أن اليوم أنتم مجتمعين، اللهم لك الحمد يا جماعة الخير، قناتي الثانية رجعت، صفقوا بسرعة، قناة ثانية رجعت بعد ما هكرها، بعد ما جلست شهر كامل رجعت، بنبدأ ننزل فيها إن شاء الله، راح أجهز لكم فيها محتوى. الأستاذ رامي المدير التنفيذي للقناة الثانية، بالإضافة إلى جروب المصممين الأساطير اللي بيثبتون نفسهم إن شاء الله في القناة الثانية، والمشرفين أيضا ما ننساهم اللي مسكين الموضوع، الله يعطيهم العافية، المشرفين اللي موجودين الآن الله يعطيهم العافية. إيش بعد ما يقول، إيش بعد ما يقول، يا ربي ذكرني يا ربي، اللهم لك الحمد. أيوة رامي ركز معاي، باقي عندنا خط طويل إلى 10 مليون، لن نقف، أشوف 10 مليون قدام عيني، هذه رامي يسوي كليب على هذه بنحطها مع 10 مليون، طيب أشوف 10 مليون، قاعد أشوف نفسي ماسك الدرع الدايموند، أشوف نفسي كأنها الآن اللحظة قدامي، هذا درع الدايموند، ها S6B بيكون on top، ما زال وإلى زال، ما حييت S6B on top، S6B on top، انت على الموضوع، سويت كليب رامي ها حق 10 مليون، نبغى نسوي كليب حق 5 مليون، وأيضا 5 مليون هذه ها دخلت 5 مليون دخلتها إيزي، 6-7 مليون بتكون سريعة، 8 و9 بتكون مغرز شوي، 9 بتكون سريعة مرة، 9 بتكون سريعة مرة، اللهم لك الحمد. مرة أخرى عموما بإذن الله راح ينزل لكم مقطع يا جماعة الخير الأسبوع القادم من 4 مليون، خلكم جاهزين، صلوا على نبينا محمد، اشتركوا بنونو لايف إذا ما أنتم مشتركين، علامة القلب، الله يكثر خيركم جميعا. بنزل تغريدة الآن كذا سريعة، أو 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 أفضل ألارم ممكن تسمع في الحياة، يا مال الجنة يا بدران، يا مال الجنة يا بدران، الله يكثر خيرك يا بدران، الله يكثر خيرك يا بدران، يا مال الجنة، الله يزيدك ويعوض عليك، يكثر خير، شكرا 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 من أعماق قلبي، شكرا من أعماق قلبي، اللهم لك الحمد. أروح تقول أمين يا شيخ، أنتوا السامعين، اي والله انا دعوه من قلبي، اشهد عليه ربي انا دعوه من قلبي، في تويتش بنونو لايف بكل مكان، والله بكل مكان، انه ما قصر هذا الانسان، اشكرك والله اني اشكرك، الله يزيدك ويعوض عليك ويرزقك اضعافها المضاعفه يا ميسان يا حبيبي، شكرا شكرا والله شكرا. مشرفين اللي سوى كابتشر على 4 مليون بالله يرسل لي الصوره بس عشان بنزلها تويتر، اللي سوى كابتشر انزلوها في الجروب عندي يلا، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العباد، الحمد لله رب العباد. شمون ايش كنت ابغى، ضيعت ايش كنت بسوي، فات اعطوني صوره بس كابتشر للذاب بالجروب او باي مكان، الحمد لله رب العباد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اذا انتم يا جماعه خير، اذا انتم مسوين حساب فنون تسوي حساب، ترى والله برنامج بسيط، بس يبغالك تجلس بث واحد تتعلم على الاشياء اللي فيه، كيف تخفي الامور، اسال الشباب الباقيين المشرفين ما يقصرون معاكم ان شاء الله على الخاص، اسالوهم بدون منشر، في قوانين معينه هنا عشان القروشه، زعلم قدوه على الطيب طاري مليون، 5 مليون يزي، الله يسعدك يا عبد الله، عبد الله جاسم، ابو جاسم،
شكرا شكرا من اعماق قلبي الله يعطيكم العافيه. اتوقع انه بحصل في المنشن. يب المنشن مليون يا ويلي. منشن 99. لحظه 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 لحظه. ساعتين ساعتين. ايوه هذه ابغى اشوف دمعه الفرح من كثر الدين. يا رب دم شوف. والله يسعدك يا حبيبي. لا والله العظيم لا والله العظيم ان ابدا ما ولا تفكر حتى بهذا الموضوع. الدعم ترى مو بس فلوس ودونيشن. والله الدعم اشياء كثيره كثير مره. الله يسعدكم يكثر خيركم. اي والله العظيم يا جماعه ابي صوره كويسه. بالله صوره كويسه. ايوه هذه ظنكم بالضاء ولا بالضاء؟ ها شباب؟ بالضاء ولا بالضاء؟ بالضاء؟ ايه معليش نسيت. طيب الله يعطيكم العافيه جميعا. شكرا لكل الداعمين. شكرا ميسان. شكرا لكم كلكم. اتمنى انكم استمتعتوا ببث اليوم يا اخوان. اتمنى جدا والله العظيم انكم استمتعتوا. بث خفيف بس كنت يعني اشكركم فيه. عذرنا على القصور. شكرا رختر. رختر حبيبي معلش دنيشي كنت اشوفه. الله يسعدك يا مشاري. عقبالك يا اسطوره. ان شاء الله نشوفك من 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 على المراكز في اليوتيوب في المنصات جميعا. الله يكثر خيركم ويزيدكم ويغنيكم ويسعدكم ويبارك لكم في مالكم وحلالكم وعيالكم ويكثر منا يا رب يا حبيبي. المهم اتمنى انكم استمتعتوا في بث اليوم يا اخوان. اتمنى ان البث كان لطيف خفيف عليكم. نراكم ان شاء الله في بث اخر. نزلت تغريده الان بتويتر. روحوا كلكم اكتبوا كلام. واشكركم من اعماق قلبي. الوعد في المقطع الجاي باذن الله تعالى. استسوي حساب بنو لايف مره بسيط ما بياخذ منك وقت. شكرا شكرا من اعماق قلبي. الحمد لله رب العباد. الحمد لله رب العباد. الحمد لله رب العباد. ابغى افتح هذا شلون؟ اي معليش قاعد تحوس مره مو مشكله. شكرا نراكم على خير في امان الله. الى اللقاء في الحلقه القادمه من برنامج شونغ بونغ. صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الله يسعدكم ويكثر خيركم. والى اللقاء.